صحيحة، أموركم هاني، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وما ينقصكم حتى شي خير يا ربي في هذه العواشر هذه. اللي كيتمنى شي حاجة يا ربي ترزق عليه، واللي كيتمنى الخير الله يعطيه ليه، واللي كيتمنى الدنيا صالحة الله يا ربي الله يرزقه الله يحل حزامه. مهم انتم معنا اليوم السبت، اليوم السبت واش نقول لكم، الدنيا خاويه، الناس باقيين ناعسين الصباح، شي 10 ونص الصباح دابا، انا مصبحه على كارفور دابا. اليوم جينا عندي قنوات تطوانيه، قنوات وغتشوفوهم معايا ان شاء الله نقدمهم لكم، قنوات تطوانيه وقنوات جبليه وقنوات مختلفين، مرحبا بهم عندي والف الف مرحبا بهم، وشرفوني ونهار كبير هذا والله الا انا فرحانه بهم. المهم البارح كنا عند قناه يوميه نجاة مسكينه، كبرات بينا ودارت لنا فطور وفرحات بينا، ومسكينه ودارت اكثر من جهدها والله، والفرحه ديالها اللي حسينا بها فرحانه فرحانه بزاف، نقول لها شكرا لك نجاة بزاف بزاف، الله يكبر بك زعما كيف كبرتي بينا وفرحتي بينا، الله يرزقك الله يرزقك الجنه شي غنقول لك. ومهم انتم معنا، انا على غفله زعما درت هاد العرض على غفله والله العظيم، دابا نجي يلا ناخذ شي تويشيات من كارفور واللي قسم الله غنديروا ليهم. المهم انا غنديروا جهدنا ونفرحوا بهم ونتمنى يقبلوا عليا، يقبلوا عليا واللي درت يقبلوا عليا، انا غندير جهدي. وانتم معنا، انا غناخذ دابا الكارفور غنمشي للدار اللي صوبتها انتم معايا، وان شاء الله مع المغرب نكمل معاكم. تبارك الله عليكم. هذه حريرة، هذه غنطلق فيها شعرية، هذه الكيلو ديال الكنافة، ياك فكرتيني بالكنافة، غنطلق الكنافة في النص، الله غادي تحكم على السيرو الحامض، دابا الموطن درنا كنور السمن، الجزار، صورينا أنا كنقى الكرافيت، صورينا كتنقى الكرافيت، هذا الزيت غندير فيه بريوات صافي، هذا
صفرا بشويه يعني تما طابو نكمل هادشي اللي شفتي دابا غندوز هادي بصوتي شي فرن لا او عاوتاني كيطيب يلا هاي ماما انا يا عرس بدات تقاد لينا هنا شنو غتصاوبي هنايا حاجه كنت غنجري الطبيله دابا. السلام عليكم كي دايرين شباركم صحيحه امه بسمه بنتي ما كديتش الطبيله غشاش انت يلا دابا حنا غنبداو نوجدو في الطبيله دابا انا غنبدا نوجد هاد اللعيبات وانتوما دابا يلا اميره دابا كتصاوب الصوفا سكي جوين شامبيون صافي سيتي صوبنا العصوف هنايا سيري هيا وهادشي اللي غادي يحتاج هنايا راه طحنا بطاطا شويه بصله وحده بطاطا بصله وخيزو وخيزو هنايا انتو هنايا سيدي وكلا ما مخلطين هنا هادو فام صغيره هنايا شامبينيون شامبينيون تاعو غادي خمس طاله ودرنا هنايا وانا شامبينيون عاوتاني هانتوما هادشي كاين دابا هنايا كنديرو البيطيب طويشن ديالنا المهم حنا غادي نتوجدوا بشويه علينا شي اللي كاين دابا ما تخيسو اسمعوا لي ها سيكيو كالامار بناتي عيا وبناتي عيا شكون اللي عنده بحال هاد البنات كيعياو وما كيدير والو اختي كومين وقفنا واحد اختنا شنو كيدير عندك نسى ديك رمضان كريم اللي فوق الطبله ايه سيدي اختي دابا جايه ماما شحال اه تبغى نقول لك اختي انا عيانه مهلوكه حسب كلشي كضرني حيفي اختي بغيت الناس
كديرش الرياضة باسكو تقيدي بالصومي وتخرج ويلي ماما دايره راسو بلا شعريه اش هذا يا بوشا دابا هذا انا اللوبيا درنا كاشير هذا داك الدجاج معلب هذا راه طريفات ديال الدجاج هيا باش نعمل كاشير نزيد هنايا الطرا نمشيو هنا وكلتي صافي حطينا في كويس داتاي غنفطر وغادي نجيو نشربو انا كويس داتاي وشويه غريبه في قصه ترى كما عارفين صافي هادشي اللي كاين هاد الحليوه الكوك هادي المهم دابا مع المغرب صافي دابا غيؤذن وهنايا حطينا بحال درنا واحد الكمان العواصر الكافي وهادشي المالح مال الفطور اللي كيبغي يشرب قهوه كحله هنايا هنايا البخور غنطلقوه هذا حليب مع عصير الافوكا عصير الفخذ عصير الباباي هنا حريرة هنايا مازال ما كملات ماما بقى غتزيد شي حويجات هنايا دغيا المهم هنايا البيض الصالاد اللي درنا بإبلي هنايا الكرواسون
كريويستات هنايا سلو ولا سفوف تمر قرقاع بريوات البيض صافي هادشي اللي كاين هنا لي صوص اللي بغا لي صوص كنافة صوبناه هنا في الدار وصافي نشوفو الواليدة شنو باقي غتزيد باقي عطيت لا صوب الحوت باقا محطاتها هنا الكومير وشريفات اللي بغا يشرب وصافي كنتسناو دابا غدي في يجي وتبارك الله صافي كلشي واجد سلام السلام عليكم السلام عليكم الله يكون بكم شكرا السلام عليكم كي دايرين اخباركم شنو الشغل ديال المتابعين ديال محمد وعلي الحاج دايرين اخباركم اش كتعاودوا واش مزيان ان شاء الله مع الطيب على الشكوشنا مع جيراني جيران جيران دابا حنا جيران راه كثر من الخوت دابا حنا صافي واخا انا غتخلصوا السلام عليكم انت مشاركتينا دابا كنشوفكم مسيمه مسيمه سلام عليكم متتبعين اختي العزيزه والغاليه هيا بينيا كيف نتوما مزيانين صحه لاباس على خير عواشركم مبروكه بالصحه والهنا ديش انا هذا حرس حق الشمس بلا ما ناكل من البخ اللي نكتا عاوني انا نقول شي حاجه عزيز وغالي هذا ما كاش حاجه الحمد لله كديره الحمد لله متابعين خالتو بشرى كي دايرين لاباس عليكم بخير تكونوا بخير على خير مرحبا بينا عندها مرحبا مرحبا والله الا نهار كبير هذا وعاوتاني غنقول ما كاش بحال لي عاوتاني عم بالك الحساب كاش بحال لي بنتي مرحبا بكم قبل جيت نعاودك
راه عاودت ما نزيدش باقي شي حاجه عملني غير شي معلقه صبر خلي هذا الشيء هما بغيت ساعه تخلي لك شي حاجه زيد الله يحمل ما كان جاي يرسل شي حاجه نجلو شي حاجه مهمه جاي خليه يمشي خليه هذا حق أميرة مسكينة أبعد حبات كنت قابل جل عشية هذه ما قلت شي قاها هاي بيبي دابا عاد ما خصوش يجي الصورة زيزي أنا ملي بغيت صورة عرفتي ديك الحشمة عرفتي راه ما كلا والو أنا صح العائلة دختي بشرى وبشرى عاد تعرفت عليهم ولكن من أطيب خلق الله واليوم فرحت بينا وناس الخير تبارك الله ما شاء الله هانتوما كتشوفوا تفرجوا تبارك الله عليها اختي عرفتي هاي جات سير العائلة صراحة كان شكرا بزاف لحسن الضيافة ديالها ورحمة فينا مسكينة والله كملنا الرسمية حاولش نهضر فيها خمشة الطوموبيل الطوموبيل الصحة جد بلالي 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 السلام عليكم بخير طيحتها عندك تحرف هاي الله هو اللي جابك وعاد ديك الساعه كنبدا من الليمان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والله واحد حاجه انا اختي صور مبخره هذيك تخنق تخنق ولا ما خصكش بزاف ايوا ايوا خرج الجن جلي محمد ربيعة فيها الجن بالي واخا لي قال لي ايوا قال انا تحير انا تحير انا قول محمد
مقبره الشريفه شي لا دار شي لا مولاي كريم شي لا زومي ماشي دار شي لا زومي ماشي دار محمد بخر راسك بخر راسك هاجي جيب لي الايد محمد انت راه ماشي فيك على العينه بخر راسك صلات على النبي يا ربي خلي الله يعمل هذا اجي بخر لي لهاد القاده لا شوفي الفرق بين الورقه الشمعي من الرباط وشوفي الورقه ديال التيتو هادي ديال هنايا انا بغيت ندير شي صور يعملوا شي حاجه ياخذوا عليها الورقه شو هذا فوطو ولا لا شي انا هبطي دقيقه ما في قناة الله يرضى عليك السلام عليكم الجميع ولا لا اختك اختي بشرى شكرا بزاف على العرض والله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يكبر الله ما لا تقبلوا عليا وهادشي اللي قسمت سنتين الحمد لله قلب كبير تبارك الله عليك اللهم بارك قلب الانسان اللي ما عرفك خسرك والحمد لله اسمح لي لو تبارك الله على منى البندير لا دابا غندير فيديو دابا غا فيديو تجمع جيت انا جيت كنقول دابا واحد اللايف انا جيت فين امريكا واخا جيت امريكا امريكا هي ثاني ديما هاي ثاني هي مضروبه بالفليط ما هذا كيف دابا محمد ما عطيكش انت كيحكم ديما ما كيسحبش مع سكوتشي اه حضر منطق ما ديش حطب انعيا قلنا يهضر نجمع وتهاود لا فلفش خرج 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 انا الشيء اللي كيخوي ما عليك كيعش عليه كيقول لها الا دابا راه خوتي بنا ديال خليتهم داخل نهار اللي كبروا خرجوا ما كيقدروش يهضروا على الناس هاد الحركه واخا كنا كنخرجوا ماما نمشي لينا نجيب واحد من الناس ديرات العيال ديال فريدي كامل كيشوف لي اصدقاء ولا صديقات زعما واحد برميله كبيره ديالها شي صغيره العيال ديال الناس غير هضر مع الناس المتتبعين ها هو هضر مع اختي بشرى راه هي هضر مع بشرى ما كنخرجش للدار الدار لمنا با بشرى ما نجير انت شكون بشرى ديالنا بشرى تا أميرة فين يا أميرة زوينة ولا أميرة زوينة ولا قبيحة بابا زوينة ولا قبيحة فرويتا 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 تبارك الله عليكم ومرحبا بينا عند اختي بصرا كبرات بينا صراحة يا الله يا ماما جاية عندك بسمة حيدي راه تقيل عليها بسمة حيدي شو معنيك عندك أميرة الله يبسمه يا مدرب شو تراني محمد يا مدرب شو ليدي يا مدرب شو
هكا نرجعت ربيع هذا باش كنعرفو كامل. شكرا. وانا مزيان. وانا سميتنا حنا عواصم. عواصم مصطفى. انا مصطفى. انا ملي كنتخبى كتشرح حتى لا والله العظيم باش لا تشوفي انا ماشي طيب لا تيجي راه خصني نمشي نشوف فيه روبينا الله يكبر كان هذه العرسان واش عندي خالي جيت ديال صحاب واحد خالي انا شحشوها جوج صحابو لا لا كنسحب لي خرز سي أميرة شكرا بزاف على حسن الضيافة والله العظيم إلا مرحبا والله العظيم ما خليتوش من جهدكم الله يكثر خيركم الله يكبر بكم كما كبرتوا بينا وشكرا بزاف معكم قناة فيزو فؤاد شكرا اختي بشرى صراحه كرمتنا بزاف الله يعطيها الخير والله يخلي لها وليداتها الله يخلي لها الزوج ديالها وتكون صغيره ان شاء الله وشكرا مجددا مرحبا بكم في اي وقت بزاف سمحونا سمحونا على التمر اللي خلينا لكم التمر اللي عملنا دابا لينا بغات تحل هذا الكادو هذا اللي جابتو ليها فايزه بصحة وراحة ان شاء الله نردو لهم ساعة الخير كنطيرو ان شاء الله باذن الله وشكرا لهم بزاف شكرا شكرا بزاف خالتي فايزة وعمي فؤاد يلا شكرا ليا انتوما شوفوا هاد لي كاطو هادو اللي جابو لنا عتيقه محمد ونجات وما عرفتش شكون عاوتاني المهم مجموعه كلها تبارك الله ما قصروش مساكن وكلفوا على راسهم مساكن حتى هما وجابوا لنا كل واحد شنو جاب الله يسهل عليهم وهي الاخت سن هنا شنو جابت لنا انا نوريكم صابت من هادي انتوما تبارك الله عليها وصافي هانتوما مساكن كيفو كامل على راسهم كلي جاب دانون كلي جاب العصير والحليب مساكن ما جاوش بيديهم خاويين ما كنبغيش واحد يجيب هادشي قسما بالله ماما كتكعف صراحه ما كتبغيش شي حد يجيب ليها كتبغيش اللي يكلف راسو عليا كتبغيها ما كتبغيش اللي يكلف راسو عرفتي هاد القضيه بزاف ما كان